مقاتلة الجيل السادس التركية كيزل إلما بمحرك الذكاء الاصطناعي الخارق ستحلق لأول مرة بهذا المحرك. تواصل شركة بايكار أنشطتها في مجال التطوير والاختبار لطائرة كيزل إلما القتالية بدون طيار من الجيل السادس، وبرزت مؤخرا تفاصيل المحرك في النموذج الأولي الجديد لكيزل إلما. النموذج الأولي الثاني للطائرة القتالية برقم الذيل TCOZ-B3 يستعد للقيام برحلته الأولى. هذا هو نص الخبر الذي شاركه رئيس مجلس إدارة شركة بايكار سيلتشوك بايراكتار مرفقا مع الصورة الأولى من اكتمال الاختبارات الأرضية. يمكن ملاحظة أن النموذج الثاني من كيزل إلما TCOZ-B3 وصل إلى طاقة المحرك الكاملة أثناء وجوده على الأرض، بل وقام بتشغيل الحارق اللاحق والذي سيمكن المقاتل من اكتساب قدرة عالية على المناورة وسرعة تفوق سرعة الصوت. النموذج الأولي الذي يحمل رقم الذيل المذكور والذي تمت مشاركة صورته اليوم يحتوي على محرك AI-322F توربوفان المزود بقدرات الذكاء الاصطناعي، وهذه أبرز مزاياه: ارتفاع 11,000 متر وسرعة 1.4 ماخ ومعيار آيسا الجوي وقوة دفع تبلغ 28 كيلو نيوتن واستهلاك الوقود 1.9 كيلوغرام لكل كيلو نيوتن ساعة و25 كيلو نيوتن بدون احتراق وقوة دفع 42 كيلو نيوتن مع الحارق اللاحق، ويبلغ قطر المروحة للمحرك 624 مليمتر ويبلغ وزنه الجاف 560 كيلوغرام. وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها يمكن إنتاج أنواع مختلفة من المحركات التي يمكنها توفير قوة دفع تصل إلى 50 كيلو نيوتن مع تعديلات طفيفة، ويشار إلى أن قدرات المحرك تشبه إلى حد كبير المحركات المستخدمة حاليا في الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت الصينية الصنع هونغدو L15B.